مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. في هذه الحلقة سنتناول موضوع ترك الإسلام. أكيد تابعنا في السنوات الماضية عددا لا بأس به من الناس يتركون الإسلام ويتجهون في اتجاهات مختلفة سواء دينية أو لا دينية، ومن بلدان مختلفة، من مصر ومن المغرب والجزائر وتونس والسعودية وكل بلد ممكن تفكر فيه. لم نسمع كثيرا عن اليمن. اليمن واحدة من البلدان التي لا نسمع قصصا كثيرة، لكن في ظل الأوضاع الصعبة يمكن أن يتصور الإنسان أن موضوع ترك الدين سيكون واحد من أصعب المواضيع التي توجد في اليمن. في هذه الحلقة لي الشرف أن أستضيف الأستاذة ماجدة الحداد، والتي ستحدثنا عن تجربتها بهذا الخصوص. أهلا بك. أهلا، مساء الخير. لي الشرف أيضا أن أنا أشارك معك هذه الحلقة. الأستاذة ماجدة الحداد ناشطة وتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها حساب على تويتر وأعتقد في مواقع تانية، صححيني لو أنا غلطان. صحيح، الفيسبوك كان أكثر، يعني حتى لديها متابعين أكثر بكثير جدا من تويتر، وكنت يعني ناشطة وقت طويل منذ 2008 تقريبا أنا على الفيسبوك، على تويتر منذ 2011 لكن لم أعطيه حقي، سوى تقريبا هذا الشهر بدأت أركز أكثر في العمل هناك في النشر تمام. في البداية طبعا ككل مرة لما تظهر شخصية معينة على البرنامج أحب أن أقدمها للناس، وما فيش أحسن طريقة إلا أترك لك الفرصة تعرفي نفسك للمشاهدين. أنا ماجدة الحداد من اليمن، اشتغلت في التعليم لمدة 22 عاماً، كنت مديرة مدرسة لمدة 17 سنة في اليمن، مدرسة خاصة، كنت أنا المالكة والمديرة. وأول ما وصلت لأمريكا منذ عام 2014 أيضاً كنت أدرس اللغة العربية، وتركت التدريس لألتحق بالجامعة 2018. درست هنا من جديد Liberal Art وتخرجت منذ عام، يعني تخصصت أكثر في Creative Writing، أي إبداع الكتابة. أحاول أن أكون، أتمنى أن أكون كاتبة، أحقق حلمي وأصبح كاتبة، وبالفعل كتبت كتابي الأول، والآن بنقوم بالإيديتينج. أتمنى أن أنا ألحق وأقدر أنشره في هذا العام، إن لم يكن إن شاء الله في بداية العام القادم إن شاء الله. طيب، طالما إحنا بنتحدث عن قضية ترك الإسلام، واحد من التابوهات الكبيرة في بلداننا أنه صعب الواحد يترك الدين ويتكلم على ذلك علانية أمام الناس، حتى في السوشيال ميديا صعب، حتى لو ما كنتش داخل هذه البلدان تكلم من برا أيضا تتعرض للهجوم والنقد وربما التهديد. كيف كانت علاقتك بالإسلام وحياتك وأنت مسلمة؟ أنا نشأت في بيئة ليست متدينة كثيرا. أبي الله يرحمه كان شخص مثقف ومتحرر جدا، ومنحنا كثير من المساحة والحرية. لم أسمع بحياتي أنه يقول لأحد صلي أو لا تصلي أو يوجهنا بهذا الاتجاه. أمي رغم أنها يعني تمارس الطقوس الإسلامية من صلاة وصيام، لكنها أيضا امرأة متحررة وقوية جدا، وأعتقد أن لها المساهمة الكبيرة في تكوين شخصيتي. وأيضا هي لم تكن تفرض علينا أي من هذه أمي شخصية لا تفرض علينا أي شيء، سواء في الأمور الدينية أو الأمور الأخرى. دائما تعلمنا أن نكون
أنا أكون مسؤولة وأتحمل مسؤولية أي شيء أعمله، تقف بجانبنا، تقوينا، حتى لدرجة أنه حتى جدتي كانت أيضا شخصية جميلة، فأسرتي كلهم حتى أعمامي وأهلي جميعهم دكاترة جامعة وأطباء، ويعني أنا محظوظة أن أنا كنت من أسرة مثقفة، ممكن نقول عليهم علمانيين أو يحبون يعني يتقبلون الآخر ومتسامحين. ممتاز، لكن أوكي، بالنسبة لي نعم أيضا كمان بخصوص الإسلام، ربما أنا كنت يعني أكثر واحدة في بيتنا أصلي أيام ما كنت صغيرة، ولكن عمري ما كنت متدينة كثيرا لدرجة أنني أرتدي الحجاب. أنا نشأت في فرنسا، كبرت في فرنسا، أكملت المدرسة المرحلة الدراسية في باريس، أبي كان يعمل مندوب اليمن الدائم في منظمة اليونسكو هناك، منذ المرحلة الابتدائية إلى الثانوية وأنا تعلمت في فرنسا، هذا أيضا أثر على تكويني أكيد طبعا، طبعا طبعا لكني تعلمت الصلاة وأنا في فرنسا، مخالطة بنات عربيات، وأبي كان يقول لي أنت حرة طبعا تصلي ولا ما تصليش. ولما رجعت لليمن أيضا تزوجت من ناس متدينين جدا محافظين، فأيضا استمريت مش التزام، يعني لم أكن من الناس اللي أصحى الفجر، بس كنت أحاول قدر الإمكان أحافظ على الصلاة نعم والصيام، ورغم أنني متحررة أحب الموسيقى، أحب القراءة، أحب الفنون كلها جميعها بمختلف أنواعها، لم أتحجب أبدا، لكني طبعا في اليمن إحنا ملتزمين أمام المجتمع، أمام أسرتي، وأمام يعني عاداتنا إنه أي امرأة في اليمن لازم تتحجب، يعني فكنت أرتدي الحجاب حتى بعض من شعري يظهر، وألبس جاكيت وبنطلون يعني بحكم العادات والتقاليد. نعم، هل كان هكذا كانت حياتي. من السهل أن تعيشي كمسلمة متحررة نوعا ما في وسط فكرتنا عن اليمن أنه بلد متشدد أصلا، وصعب أنه المرأة تكون متحررة فيه؟ يعني مش عارف قد هي صحيحة على أرض الواقع. صحيح، لم يكن من السهل، يعني دائما دائما أي وقت أخرج للشارع بلباسي هذا، يعني كنت ألاقي مضايقات، مضايقات من اللي مارين في الشارع، نساء في الجامعة، زميلات تتدخل مثلا، ليش غرتك تظهر تخبيها وحرام، ليش ما تقومش تصلي معنا ظهر، أقول لهم أنا أجمع مثلا، لا الجم حرام يعني، لكن في نطاق الأسرة لا أحد يعني كان يتدخل، يعني حتى إننا عندما تزوجت عقدت قبل الزواج طلب مني خطيبي أن ألبس اللثام، وعندما تكلمت مع أبي قال لي لا، لا ما فيش، قال لي ما فيش واحدة من بناتي ترتدي النقاب وهي في بيتي، وإذا أردتي أن ترتدي النقاب لما وأنت في بيت زوجك اعملي يعني ما تريدي، بس مش في بيتي. طب يعني أكيد إنه لكل تحول شرارة معينة، أكيد إنه في بداية يعني الأمر كان فيه أسئلة. إيه أول شيء خلاكي تتسألي عن صحة الإسلام؟ العنف، العنف الذي مررت به على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع ككل، لأنني يمنية، عشت انفجارات، عشت تطرف، عشت في مجتمع يحكمه الأخوان ويحاصر النساء، ويعني على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع ككل، أول شيء جعلني أبحث وأتساءل وأنفر الأبرياء الذين يقتلوا بدون سبب، كان حدثت كثير تفجيرات من قبل القاعدة في اليمن، والحروب أيضا اللي مررنا فيها،
قتل البنات، يعني عن طريق تنفيذ الحدود، يعني قتل النساء، زواج الصغيرات. لكن أقدر أقول إجمالا أنه العنف الذي جعلني أبدأ أنفر وأتساءل، هل هذا الدين حق؟ يعني هل يعني لكن ممكن واحد حضرتك عارفة أنه في جواب لهذه الأمور، أنه هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء لا يطبقون الإسلام الصحيح، هؤلاء يعني يبالغون، أو العنف يحسب عليهم ولا يحسب على الدين. كل هذه الأمور أكيد صحيح، سمعتيها أنا كنت مقتنعة وعارفة. بذلك تماما إلى فترة 2007. آخر شيء سمعته أنه في 2007، فمش عارف إيه اللي حصل انقطاع، لكن ممكن نرجع من هذه النقطة. كما قلت أنه في 2007 بدأت أقرأ القرآن أكثر، أردت أن أقرب إلى الله أكثر يعني، وأصبح ملتزمة أكثر، خاصة بالصلاة. كنت أقطع كثير الصلاة، وكان هذا يزعجني. كنت أحلم كوابيس وأحلام سيئة يعني. فبدأت أقرأ القرآن، كلما كنت أعيد قراءة القرآن كانت تستوقفني آيات التي هي ضد المرأة، آيات خاصة، آيات القتل، قتل الآخر المختلف، قتل الكافر، نبذ المسيحي واليهودي وإلى آخره من هذه الآيات. بدأت أبحث وأسأل وأقرأ، وأخذ مني سنتين حتى اقتنعت تماما أن هذا ليس كلام الله، وأن الله أرحم من ذلك بكثير. وأعتبر أنه من 2009 لم أعد مسلمة. من 2009، يعني حوالي 14 سنة الآن. صحيح، ودرستي الآيات، قرأت التفاسير، شفتي ماذا قال يعني علماء الإسلام والشيوخ، وتأكدتي من ذلك. قرأت التفاسير والشيوخ، هذا كان قبل فترة الشك. صراحة في فترة الشك كنت أقرأ كل ما هو مخالف، كل ما هو يثبت أن هذه ليست آيات، وأنه آيات الله، وأنه ليس كلام الله. يعني طيب، بدأت العنف، أبحث. نعم، العنف واحد من المواضيع الكبيرة، لكن هل في مواضيع أخرى تراكمت وواحد ورا الثاني وخلك تحسمي الأمر خلاص، أنه هذا قراري النهائي بناء على كذا على كذا؟ أحيانا بيكون موضوع هو الشرارة، لكن أيضا مواضيع تتراكم وتضيف للموضوع الأصلي. أكيد طبعا، حياتي امرأة يمنية أولا، رغم أني محظوظة جدا يعني بنسبة 100% بالنسبة لحياة اليمنيات الأخريات، الذي أنشأنا في بيئة متطرفة ومظلومات جدا. زواجي من رجل من آل البيت، أيضا هذه النقطة جعلتني فتح عيني على أشياء كثيرة لا أقبلها إنسانيا، اللي هو حفيد رسول الله وأنا أفضل منك بالدم، ودمي طاهر ودمك غير طاهر، ونحن الذي اختارنا الله لنكون خليفته في الأرض، وقصص عشت أسمعها 15 سنة في زواجي، عن كأنني كنت أعيش أيام قريش. يعني عشت 15 سنة كأنني كنت أعيش بين أسرة علي بن أبي طالب وزوجته وفاطمة الزهراء. يعني حتى أثر ذلك على أسماء أبنائي، يعني عشت معركة كبيرة أن أنا أسمي بنتي غادة وليس فاطمة الزهراء. والحمد لله أنه طبعا اللغة الحمد لله والله يرحمه، هذه أنا أعتبرها ثقافة، يعني أنا مش أنه فاهم.
فاهم ايوه، فاهم يعني انه جدا. انا ممتنه ان ابي كان يقف معي في هذه الامور، وحتى ابني الثاني سميناه حمزه، وابني الثالث اسمه اسامه، وكان اهل اولادي عندما يرون احد ابنائي سوى حمزه يسموه اسد قريش، وحمزه قائد الجيش. يعني عشت فتره كلها كاننا اعيش مع ناس ماتوا من 1500 سنة. هذا الشيء كمان ترك لدي تراكمات جعلتني أنتقل، يعني أهرب من هذه العقيدة أكثر. يعني نعم، بالنسبة للتعاليم عن المرأة، يعني لما الواحد، واحدة من الأشياء اللي بتخليني كرجل تارك للإسلام، أنا شخصيا كنت أقول إنه الرجل في مصلحته الإسلام، الرجل الإسلام دين ذكوري، فيعني الرجل يمكن يكون أقل واحد يترك الإسلام، بينما المرأة لما كنت أشوف النصوص وما يفضلنا عليها والرجال قوامون على النساء، وأيضا أنه يحق لنا ضرب المرأة، وأيضا هي نصف شهادتنا ونصف ميراثنا، وأنه ناقصات عقل ودين، ولا لا يفلح قوم ولا وامرأهم امرأة، إلى آخره إلى آخره. ولما نموت يوم لما نروح للحياة الأخرى عندنا حور عين وليس لكن أي شيء. فهل مواضيع المرأة ساهمت في أي فترة من الفترات في حسم هذا الصراع؟ تماما، أكيد بالتأكيد تماما. ظلم المرأة وكل هذه الآيات التي تقلل من إنسانيتها، والتي تعمل على كبح حريتها وتقييدها، سيطرة الرجال على النساء خاصة في مجتمع مثل اليمن، حرمانهن من التعليم، حرمانهن من اختيار شريك الحياة، حرمانهن من العمل، وأيضا انعدام أي حق لهن في حال، حتى في حال المرأة عندما تتطلق ترجم إلى الشارع. قوانين الأسرة والقوانين الشؤون الاجتماعية لا تقف بصفها أبدا، وذلك بسبب أنها تستمد من الشريعة. يعني الشريعة ظلمت المرأة سوى وهي مع أهلها، مع أبوها، مع إخوانها، مع زوجها، وحتى وهي مطلقة ولديها أبناء، ترجم في الشارع ويتزوج زوجها امرأة أخرى ويبقى لديه الراتب كامل. وممكن المرأة إذا كانت غير متعلمة تضيع. أيضا قصص الفتيات الصغار التي يتزوجن بعمر صغيرة، أتذكر في 2000، 2007، 2009 كانت الإحصائية، قرأت في كل 8 دقائق تموت فتاة في اليمن بسبب الحمل والولادة لأنها صغيرة في السن. أيضا الجرائم اللي نشوفها بحق النساء، الرجم وتنفيذ الحدود من الرجم والقتل، كل ذلك ولد في داخلي وجع وألم ونفور، يعني من الدين ومن الشريعة ومن العادات التي تراكمت بسبب هذا الموروث، يعني موروث كان في الدين رجم في أساسا. اليمن، لا صراحة أبدا، لكن عمري ما ذكرت سمعت الرجم، هل بسبب ما سمعتي وما رأيتي في فيديوهات، أو بسبب حوادث حصلت في اليمن؟ لا في اليمن عمري ما شفت رجم، لكن في قتل، يقتلوا فتيات، كان في قتل بنات صغيرات لأنها تكلمت مع ابن الجيران. حدث قصص كثير في إنه بنسميها واحدة جرائم حبت، شرف، يعني ممكن. تماما، لكن الرجم لم ينفذ أبدا، ولم أسمع أبدا في اليمن رجم أو حدود لكن سمعت مقام حد. حضرتك تتكلمي عن الرجم، فأعتقد بتقصدي شيء ثاني. لا، لا أقصد مسلمين غير بلادنا، شفت فيديوهات أما في إيران، في أفغانستان، يمكن أعتقد في سوريا، صح، يعني أيام شفت. حكم. يعني نعم اليمن لم يحدث أبدا، نعم لم أسمع. طيب، هل أفصحتي عن تركك للإسلام لما تركتي 2009؟
يعني أفصحت للمقربين، هناك أصدقاء، كان عندي أصدقاء لديهم نفس التوجه، كنا نتفق ونتكلم كثيرا ونتناقش كثيرا، لكنهم قليل. أتكلم قدام أهلي عادي، حتى المتدينين منهم يعني ممكن أقربائي يضحكون، يعني عندما أتكلم يضحكون، يعتبرون أننا يعني يسخرون مني، يعني أن أنا هذا غباء وليش عم، ودائما يحاولوا إسكاتي أنه لا أتكلم في هذا الدين، في موضوع الدين يعني بهذا الشكل. ما بياخدوهاش بطريقة جدية يعني، وكأنه مزح. للأسف راح مرة تانية. كنت أسأل حضرتك، هل يعني أصدقائك والمعارف كانوا يأخذون هذا الأمر بجدية ولا لا؟ لا، يعرفون أنني جادة، ولكن يأخذونه على محمل أنني غبية أو مجنونة، يعني مش مجنونة، هم يحبونني، كثير نعم. من هؤلاء يحبونني جدا، لكن تعرف النظرة اللي بس مثلا بطلي هذا الكلام وهذا غباء، أو مثلا لا تقوليش قدام أبنائي هكذا، لا تتكلميش بهذا الشكل، يعني من هذا القبيل. بس نعم. استمرت علاقتي طيبة، أنا وأهلي علاقتنا طيبة دائما. نعم، كنت في هذا الوقت متزوجة ولا كان لا، قد أنا انفصلت عام 2006. وستة؟ هل الانفصال كان له دور أيضا، هذا الانفصال ومسائل الطلاق وفي الإسلام؟ أكيد أكيد إن أنا أصبحت أكثر استقلالية وأكثر حرية، وذلك أضفى على شخصيتي قوة وتمرد. أصبحت أعتبر نفسي أنني أصبحت مريت بفترة تمرد يعني، وغضب من كل شيء. طيب، كيف كانت ردة فعل الآخرين؟ يعني العائلة ربما بسبب حبهم، بسبب إنه ما يقدروش يعملوا، حضرتك عارفة إنه في حالة مثل هذه لو كان فعلا هناك تطبيق للإسلام كان رحت فيها. أنا متأكد إنه العائلة ما كانوش هيسمحوا بذلك بحكم ما قلتي عنهم إنهم منفتحين، والوالد والمقربين، لكن هل وسعتي الدائرة أكثر وناس أكثر عرفوا؟ إيه كانت ردود فعله؟ يعني وسعت الدائرة على مستوى الناس الذي أثق بهم، وبدأت ألمح بكتابات، بكتابات في على الفيسبوك أكثر، وتويتر، تويتر قليل، على الفيسبوك، ضد فكرة مثلا آل البيت والدم الطاهر، ضد فكرة الأحاديث التي تهين المرأة أو تساويها بالكلب والحمار، ضد ضد أشياء أيضا في الشريعة. كيف كانت ردود يعني فعل بدأت الناس؟ يعني بالتدريج بالتدريج، لا أعتقد أنه بدأوا يقولوا لي ملحدة، لكن إلى 2000، ويمكن عندما أصبحت في أمريكا، بدأوا يفهموا الناس أننا يقولوا لي ملحدة. أنا لست ملحدة، أنا أعتقد أننا ربوبية، أؤمن بإله بطريقتي، لكني لا أؤمن بأي دين من الأديان، أي دين، ليس الإسلام فقط. أنا لا أؤمن لا بالديانات الإبراهيمية ولا بغيرها من الديانات، يعني لكن لم تقريبا هذا العام نعم 2023 بدأت أقول تماما أنني لست مسلمة، وأرد. ممكن شخص سألني أنت مسلمة؟ أقول له لا، في الفيسبوك، في مواقع التواصل. تعرضت لأي تهديد بسبب هذا التصريح؟ نعم، تعرضت، ليس بسبب هذا التصريح، تعرضت للتهديد في اليمن قبل خروجي. خرجت أصلا وأنا مهددة، هربت من اليمن، أنا وأولادي رحنا لمصر، لأنني في هذاك الوقت اشتغلت لمدة 3 سنوات بحملة ضد الفساد في مؤسسة الكهرباء، والذي كان يسيطر عليها الأخوان في ذلك الوقت يعني، وتعرضت للتهديد بسبب هذا الملف وهذه القضية.
وهربنا منها إلى مصر وأخذنا الفيزا وجينا لأمريكا أنا وأولادي الثلاثة، بنتي واثنين أولادي. وتعرضت نعم للتهديد عام 2018 من قبل اليمنيين هنا في نيويورك. لم أكن أصرح تماما أنني لست مسلمة، ولكن لأنني مؤثرة حسب قولهم مؤثرة في الفيسبوك وأنا بدون حجاب، ففجأة لقيت فيديوهات ناس يقومون بعمل فيديوهات وانتشرت انتشرت بشكل لا يصدق نعم بأن ماجدة الحداد تحرض البنات التي البنات اليمنيات في أمريكا على الهروب بشكلها هذا، يعني لأننا منفتحة ولأننا متحررة وغير محجبة ومؤثرة، فلذلك البنات تتبعني وتهرب من أهاليها وتبحث عن حياة مستقلة. يعني أنا لم أحرض أبدا، ولا أعرف أي بنت يمنية هربت من أهلها أو كان لاتصال بأي حد، لكن نعم هو مجرد لأننا شخصية يعني يعني لست خايفين الناس يقلدوك البنات، لأنه أي وجه يظهر بيصير رول موديل، يعني رول موديل يعني شخص تماما قدوة. تماما. فهددوني منهم الذي اشتغلوا فيديوهات واشتغلوا بهذه الحملة ضدي، كانوا 6 أشخاص. لجأت عملت قضية وكان معي محامي ووصلت للFBI وتم التحقيق معهم، واختفوا تماما من مواقع التواصل وتعهدوا أنه لا يتعرضوا لي. نعم ومن التهديدات العادية إنه بنحرقك بنقتلك، من ناس غير معروفين كل يوم هذا نلاقيه في مواقع نعم التواصل، عادي، يعني عادي. يعني عادي يعني ليس تهديد. أنا عرفت شخص مثلا في اليمن كان تعرض للقتل، اسمه ولد كان اسمه عمر باطويل أعتقد، صحيح صحيح اختطف وقتل. فأنا أعرف أن مسألة ترك الإسلام في اليمن ليست بهذه السهولة، يعني عمر الطويل لم يترك الإسلام. عمر الطويل كتب عبارة إنني أرى الله في الزهور وأنتم ترون الله في القبور، وقتل بسبب هذه الجملة التي كان هو كاتبها في صفحته. فحتى أنه لم يترك الإسلام ولم يصرح وليس ملحد، هو طفل كان عمره 17 عاما، قتله متطرف أو متطرف، هو شخص واحد أعتقد ينتمي للقاعدة هناك في الجنوب، وكان يجاهد حسب قوله في سبيل الله، وكانت حادثة مؤلمة. يعني صحيح. الشعب اليمني كله لن ينسى هذاك الوجع، وجعنا على الطفل عمر الطويل. نعم، كم يعني نسبة التعصب، يعني سؤال كده في النص، نسبة التعصب في اليمن قد إيه هي؟ يعني هل منتشرة بالشكل الذي نراه على الميديا، ولا هي أقل مما نعتقد؟ أنا أشعر أنها خفت قليلا، أنا أشعر أعتقد أنها خفت على الواقع وخفت على السوشيال ميديا، لكن لا يمكن أن يمر يوم بحياتي بدون ما أنشتم وأنعت بأسوأ الصفات وألاقي أبشع المسبات بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يعني التطرف هناك أصبح في قمة، يعني في قمة أوجه أو بشاعته. يعني يلاحقون النساء في الشوارع، لماذا ترتدي العباية الضيقة أو لماذا لدى العباية حزام، لماذا لا تغطي عيونها، أصدروا قوانين وقرارات لمحلات العبايات أنه يجب أن تكون واسعة وفضفاضة، والذي يفص العباية يحبس عباية ضيقة. يعني أغلب قوانينهم المتطرفة هي متوجهة ضد المرأة، خصوصا عزلوا في الكليات النساء مع الفتيات عن الذكور، كثير يهينوا
معلمات، تخيل دكتورة في الجامعة ممكن يتهجم عليها عسكري يتبع الحوثي ما عندوش حتى ابتدائية، حتى في المساجد يمنع شخص يسربل، أو تعرف اللي يضم، يمنع شخص يضم لأنه الجميع يجب أن يتبعوهم في الصلاة. يعني في أشياء كثيرة يعني في المناطق الحوثية طبعا تعطيك هذه السمة، توضح أنه في تطرف. نعم أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، فهي أيضا كمان ما زالت تخضع لتطرف الإخوان، زي مثلا قبل فترة الشهر الماضي شخص أنزل في صفحته صورة زجاجة من الكحول هناك في مأرب، أعتقد تم القبض عليه ولا نعرف، اختفى الرجل، مختفي يعني مسجون، بسبب أنه فقط نزل هذه القارورة، لم يقل أي شيء يعني أنه شربها ولا شربها ولا، واختفى تماما. فما يزال يعني ما يعني التطرف السياسي اللي تفرضه الحكومات المسيطرة أو الجماعات المسيطرة على اليمن كبير جدا، لكن على أرض الواقع من قبل الناس نفسهم أعتقد بدأوا يتغيروا. بدأ في كثير ناس إيه السبب في نظرك؟ ما السبب؟ السبب عدة أسباب، ليس سبب واحد. السبب ظلم الحوثيون وسلاليته وتوجهه، يعني سلطته التي تعتمد على فكرة آل البيت والخمس، هذا جعل كثير من الناس تنفر وتخف حدتها يعني، وأعتقد حتى في ناس تركوا الإسلام بسبب ذلك. السبب الآخر أعتقد السوشيال ميديا، يعني الشعب العربي شعب غير قارئ، خاصة اليمنيين لا يقرؤون، لكن مجرد أنه يدخل السوشيال ميديا يوميا أتاح له فرصة أنه يشوف العالم، يقرأ غصبا عنه يعني، بيقرأ ويتعلم. الحرب ساهمت أيضا في أنه الناس تفتح عيونها، أنه وضعها بائس وأنه لازم هي تتغير وتبدأ تتقبل المختلف، خاصة أنه الحرب عندنا باليمن، أخ يروح في جبهة الحوثيين، أخوه يروح في جبهة الحكومة الشرعية ويقتلوا بعض ويروحوا الشهيدين لنفس الأب، واحد كان يدافع مع الشرعية واحد كان يدافع مع الحوثيين. أيضا بعد الحرب كثير يمنيين خرجوا، أصبحوا يعني تشردوا، أصبحوا يسافروا كثير لاجئين. وانفتحوا على العالم، نعم. انفتحوا على العالم، بدأوا يكتسبوا ثقافات أخرى ويتعلموا، كثير أسباب يعني، نعم. أعتقد أكثر من ذلك. طيب شخصيا لما تركت الإسلام، إيه الإحساس اللي حسيتيه لما خلاص حسمتي موقفك تجاه الإسلام، صرتي تعتبريه مش دين من عند الله، صرتي ربوبية كما تقولين، إيه إحساسك؟ يعني أصبحت إنسانة في قمة السعادة، في قمة الهدوء النفسي، في قمة الطمأنينة والراحة، الكوابيس اللي كنت أعيشها انتهت يعني، أصبحت قوية، أصبحت صحيحة healthy يعني، كثير بدأت أحب نفسي أكثر، أحب أبنائي، أسرتي، يعني كثير تغيرت إلى الأفضل مليون مرة. لكن ممكن واحد يقول لك انه الاسلام ما منعكش انه تحبي اسرتك، انه تكوني صحيحة، انه تحبي اولادك، انه تكوني سليمة، تكوني يعني مستقلة، تكوني كل هذه الامور. فيمكن يعني ما المانع انك تحسي نفس الشيء وانت مسلمة؟ لا أستطيع أن أكون سليمة ومتعافية وسعيدة عندما أعيش تناقضات، لا يمكن، لا يمكن أكون سعيدة وهيلثي يعني، وأعيش براحة نفسية وأنا نعم.
بتناقض مستمر، وأنا أعيش حياة متناقضة، أحاول أقنع نفسي بشيء كل شيء من حولي يثبت عكسه، العلم اللي تعلمته يثبت عكسه، الحياة التي عشتها تثبت عكسه، فلا يمكن إنه الإنسان يقدر يعيش سليم وسعيد وهو يناقض نفسه بشكل متواصل يوميا. طيب، إيه الآثار السلبية في نظرك للإسلام على المجتمع اليمني؟ هل شايفة إنه في علاقة مثلاً ما يعيشه اليمن اليوم من حروب، ما يعيشه اليوم في التعامل مع المرأة، الحريات، كل هذه الأمور، هل هناك علاقة بين الإسلام وما يحصل في المجتمع اليمني؟ 100%، 100%، كل ما يحدث بسبب الدين، الحرب دينية، التطرف والانغلاق ديني، ظلم المرأة دينية، التعليم البائس الذي يتلقاه الأجيال في المدارس لأنه ديني، التعاملات كلها، الشريعة، القانون، الظلم الحاصل بسبب أنه القانون ممتد من الشريعة. بالنسبة لي 100%، لأن الحكم ديني، إيش يقولوا، الدين السياسي، يتبعون الدين السياسي، نعم. وحتى في المجتمع نفسه، يعني مجتمع متدين جدا و قد نقول عليه متطرف. ما ممكن واحد، تعرفي حضرتك انه كتير كانوا يقولون لنا، وانا متأكد لحد الآن في ناس تؤمن بذلك، انه سبب تخلفنا هو ابتعادنا عن الدين، مش العكس. يقولون انه سبب تخلفنا انه احنا ما بنطبق الدين كما يجب، يعني شعوبنا تعيش ما تعيشه بسبب ابتعادنا عن الدين. لو طبقنا الدين حرفيا كان ممكن يكون في عدل ويكون في ازدهار وما يكونش في فساد وكل هذه الأمور. إيه رأيك؟ قبل ما أدخل الحلقة معك، لسه كنت بشوف مقطع جميل للدكتور حامد عبد الصمد بيتكلم بهذا الخصوص، فبيتكلم على إحنا كيف مرينا بكل الأزمنة من بعد الستينات من القرن الماضي، نعم. كلما قلنا أن إحنا بعيدون عن الدين قربنا أكثر تخلفنا أكثر، قربنا أكثر تخلفنا أكثر. كان مقطع جميل، وهي الحقيقة، يعني أبسط دليل، الحرب في اليمن سبب الدين، الشيعة أو آل البيت أو كما يسمون أنفسهم الهاشميين يتحاربون مع السنة، وكم هذه الحرب دمرت اليمن ودمرت حياة ناس وتشردوا بسببها. يعني قربنا من الدين، احنا الآن نعيش ايش؟ نغرق 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 في عمق الدين نفسه. نعم. في نظرك ايه اللي بيقدمه الاسلام للمرأة حتى تتمسك بيه؟ يعني انا اتفهم انه الرجل يدافع عن الاسلام، لكن ما اتفهم انه في نساء على السوشيال ميديا الان، وانا متأكد حتى من اليمن يمكن بيهاجموك انت شخصيا وتقول لك انه انت بكل انواع السباب والشتيمة والاتهامات. أنا عارف إنه لما الواحد يترك الإسلام هو عميل وخائن وكل القائمة ممكن تضاف عليه. إيه اللي بيخلي امرأة تدافع عن الإسلام؟ فقط عقيدتها وإيمانها، الإيمان الغيبي، وأعتقد أيضا أنها تعودت على الاتكالية وتحب أن تعيش حياة تحت سلطة الرجل. هي لا تتخيل، هي تعتقد أنها لو خرجت لوحدها وكانت امرأة حرة ومستقلة أنها ستضيع. هي تعتبر النساء في أمريكا ضائعات بدون رجل. فزي ما قلت لك، التعود، هي تعودت انه تعيش هكذا، اما ابوها يسيطر عليها او اخوها او زوجها،
وقبل التعود الإيمان، الإيمان الغيبي، هي تؤمن، هي مخلصة، هي مؤمنة مخلصة لربها ولدينها، وما تقدرش تشوف، ما تقدرش تشوف أنه كل هذه الآيات والشريعة والحديث ضدها، هي لا ترى ذلك أبداً. نعم. هل في نظرك انه السوشيال ميديا ممكن ان تغير من هذا الوضع شويه، انه الانسان الان ممكن على الاقل بيدخل ويقارن نفسه مثلا بناس تانية اخذت تجربه يعني الافتراق او انخلاع من هذه المنظومه، يعني ناس صارت حياتهم افضل، صارت مستواهم المعرفي والاجتماعي أفضل، هل ممكن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد؟ ساعد. أعطيك مثال، عام 2008 أنا أول امرأة وضعت صورتي على السوشيال ميديا، تحديدا الفيسبوك، بدون حجاب في اليمن. فكنت ألاقي هجوم واعتراض على مستوى الأسرة، رغم أن احنا قلت لك أسرتي متحررين، على مستوى الصديقات المنفتحات الذي لا يتحجبن، خاصة حتى في أوروبا لما يسافرون ولا في أي دولة. كنا نذهب إلى الاجتماعات، إحنا نجتمع النساء، يعني حفلات أو وأجلس مع صديقات، يعني حتى ما هيش ملتزمات دينيا، يقولوا ليش تعملي هكذا، تحطي صورتك أنت وبنتك، وهذا شيء غلط، وراجعي نفسك، يعني كثير كثير كثير، يعني لدرجة إنه بنات كانوا في مدرستي يعترضوا علي في الفيسبوك ويسيئوا إلي، وأنا كنت مديرتهم. هؤلاء البنات وهؤلاء النساء أصبحوا يضعوا صورهم على الفيسبوك، مش شرط بدون حجاب، لكن في كثير أيضا بدون حجاب، وكثير من هؤلاء النساء اللي كانوا ضدي حاطين صورهم الشخصية وبكل فخر، وتغير الموضوع. نعم. اللي بيحصل في العالم الإسلامي الآن، خليني أسألك سؤال عام، يعني في تقلبات كتيرة. مثلا أنا فاكر إنه إسرائيل كانت واحد من المواضيع اللي ممنوعة، وأنا عارف إنه في اليمن خاصة عند الحوثيين الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، يعني ده واحد من الشعارات. الآن في البلدان العربية الإسلامية بيطبعوا مع إسرائيل، كان مستحيل مثلا السعودية إلى وقت قريب كانت منغلقة جدا، الآن في حفلات، في غناء، في أمور كثيرة. هل تعتقدي أنه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرجعوا لورا ولا بيتقدموا قدام؟ بيحصل انغلاق ولا بيحصل انفتاح؟ أولا بموضوع التطبيع أو علاقتنا باليهود، إحنا اليمنيين بالذات نحب اليهود، لأنه كان في عندنا كثير يهود يمنيين ساهموا بتطور الصناعة والبناء بالذات، يعني رسومهم ونقوشهم محفورة في كل بيت يمني، الفضة اللي كانوا يصنعوها ما زلنا نرتديها إلى الآن، ونحبهم أكثر الآن. يعني ما تلاقيش يمني أبدا لا يعشق الغناء اليهودي، اليمنيات اليهودية، الفرق المختلفة، أو اليمنيين زي زيون، مش عارفة إيش اسمه، زي فرقة آوى، نعتز بهم ونحبهم. فتلاقي اليمنيين أكثر من غيرهم من العرب يحبون اليهود بسبب هذه العلاقة، إنه كانوا موجودين عندنا، يقومون الآن بإحياء التراث اليمني، ونحن نعتز بذلك ونحبهم لهذا السبب. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، أنا أعتقد أنه في انفتاح على العالم، لكنني أخاف أن يكون غير حقيقي، يعني نفاق، أو أخاف أن تنقلب، أن تنقلب وترجع الصحوة، لأنني أحس أنه في من هذا الشيء تبشيرات الآن أنه ممكن تنقلب الأمور عكسيا. فأتمنى، أنا أشعر أنه قلت لك في انفتاح، أيوة، لكن ما يحدث، مثلا أعطيك مثال، ما يحدث في لبنان والعراق ضد المثليين، والقوانين التي أصدرت بالإعدام،
أحس أن هذا انقلاب على الانفتاح، يعني ما يحدث مثلا بإعادة الصحوة سواء في اليمن سواء في مناطق الخليج، وتدخلهم بشؤون النساء بشؤون في الحريات الكويت هذه مثلا، أيضا. الكويت في ردة للوراء، يعني الكويت كانت منفتحة بالضبط زمان لكن رجعت للوراء. تماما. فدائما كلما نشوف بصيص أمل نخاف أن يكون غير حقيقي ويحدث انقلاب. شو السبب في نظرك؟ الدين طبعا، يعني رجال الدين، الشيوخ، الجماعات الإسلامية لا تيأس أبدا ودائما تريد أن تسيطر من جديد ومستخدمة للدين طبعا. نعم. طيب لو يعني لا نلف ندور نعم، ونرجع أنه نقول أنه الدين سبب لذلك. ما هو أكيد الدين سبب، لكن لماذا لم نستطع مثلا أن نتقدم للأمام؟ يعني هل الناس ممكن تشوف الآن أنه في كثير من الأمور سببها الدين، تسبب لنا في أزمات، يعني تسبب لنا في تشوهات شخصية وتشوهات اجتماعية، كان المفروض أنه يحصل على الأقل خطوات. فلحد الآن يعني الواحد، نعم تفضل. طول ما المجتمع كان يعتنق الدين السياسي لن ينهض أبدا. شوف مثلا تركيا، الزعيم ينتمي إلى حزب الإخوان لكنه أبعد الدين عن الحكم، وهي دولة علمانية والإخوان هناك متقبلين لذلك ويحبوا أردوغان، والإخوان في كل مكان في الدول العربية وفي كل العالم يحطوا أردوغان على رؤوسهم رغم أنه علماني. افصل الدين عن الدولة وانت حتنهض وحتصبح دولة متقدمة وكل شيء حيكون تمام. نعم. لو في يمنيين ممكن يشوفوا هذه الحلقة، وأكيد العديد منهم حيشوفوا، الرسالة اللي ممكن توصليها للبنات بالأول وحتى للذكور يعني. أنا الرسالة اللي أحب أوصلها أننا لا أريد ولا أطلب ولا أسعى لأن أي شخص يترك دينه. أنا إنسانة تعلمت، ربما أول ما تركت الإسلام كان لدي غضب 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 وكره كبير للدين، لكني عندما وصلت لأمريكا وشفت التسامح شفت الدولة العلمانية تعلمت تقبل الآخر، تعلمت أحب كل الناس. فأنا لا أريد ولا أطمح إنه أي حد يترك دينه، أنا أتقبل الآخر وأحب الجميع، لكن لا تفرض علي أن أكون مثلك، أن أصبح نسخة منك. تقبلني كما أنا مختلفة مثلما أنا أتقبلك باختلافك. يعني ليش ما نحبش بعض ونقبل بعض، وأنت بدينك وأنا بعقيدتي، أو أنا بهويتي وأنت بهويتك، أو أنا بجنسي وأنت بجنسك. أنا لا أريد من أي شخص أن يترك دينه، لكنني أيضا أريده أن يفكر قبل أن يحرم بنته من التعليم، بمستقبلها، كيف تعيش، ستعيش في المستقبل من دونه وهي إنسانة غير متعلمة إذا تزوجت ورجمها زوجها للشارع. أريد من كل إنسان أن يفكر قبل أن يظلم طفلة ويزوجها إلى رجل في سن أبوها. أريد من أم أن تفكر قبل أن ترسل أبنائها للجبهة، يموتوا لأجل من؟ يعني يقتلوا لأجل من؟ لأجل صراع لا ينتهي، صراع ديني. أريد من هؤلاء الناس أن تتعلم وتفكر وتأخذ دروس من التجارب اللي عاشوا فيها 1400 سنة من الـ اليمنيين أو المسلمين قبلنا. بس فقط فكروا قبل أن تعملوا جريمة في حق أبنائكم، في حق أخوانكم، في حق أهلكم، في حق أنفسكم. فكروا بإنسانية وشغلوا الضمير قبل، يعني لا تخوضوا في هذه الأشياء عمياني بسبب إيمانكم فقط. هذه رسالتي.
في ناس بيتهموا إنه الناس اللي بيتركوا الدين عايزين مثلا حرية إنه يعملوا اللي بدهم إياه. يعني لما تقول ترك الدين، هادو حابين يعيشوا حياة الخلاعة، حياة النجاسة، حياة بعيدة عن الدين، ما بيحبوا إنه الدين يتحكم فيهم، ولذلك بيصيروا لا دينيين ويصيروا ملحدين ويتجهوا لاتجاهات أخرى ويتركوا الإسلام. إيه رأيك؟ أكيد طبعا غلط 100%، لأنه الدين ليس هو الذي يمنح الشخص الأخلاق والعفة، الإنسان عفوا العفة والأخلاق هي تأتي من التربية، الحياة، التجارب، التعليم، يعني كل إنسان يقدر يطور ذلك في نفسه بدون ما يتدخل الدين. وأيضا في أكبر دليل إنه تلاقي اللي بيدافعوا ضد مثلا واحدة لأنه مش محجبة يسبها بأبشع الألفاظ، وهو شخص بيدافع عن الإسلام وعلى الله، أو حتى بيدافع على مش فقط لأنها غير محجبة. مثلا أنا عندما أكتب أي منشور قليل يخرج عن الدين، تلاقي المدافعين يتلفظون بأسفه أسفه أسفه الكلمات، يعني الواحد يخجل إنه يقرأها. فمش شرط إنك تكون متدين عشان يكون عندك أخلاق. وأنا كم شفت يا ناس، كم أعرف ناس لا دينيين أو ملحدين في قمة الأخلاق. شوف الشارع، اخرج الشارع وشوف الناس في أمريكا اللي أغلبهم مثلا ليس لهم ديانة، كيف يتكلم معك باحترام ويعطيك قدرك وقيمتك. غير مثلا لو نزلت أنا للشارع في اليمن، كم إنسان حيسبني ويسيء إلي ويكلمني ببذاءة. الدين ليس مقياس أبدا للأخلاق. ودائما انا اقول للناس، انا ممكن ارتكب كل الشرور وكل الاخلاقيات تحت الدين، ما هو الحسنات يذهبن بالضبط، السيئات، يعني ممكن اعمل اللي انا عايزه يعني حتى تحت ستار الدين. وفي قصص كثيرة، يعني كم مثلا إنسان يتستر بالدين، تلاقي صفحته كلها أحاديث وقرآن، وبالأخير طلع مجرم، طلع قتل أحد أو سرق أو عمل عملية نصب كبيرة. كم من امرأة مثلا تريد أن تعمل غلط، تتلثم حتى لا يعرفها أحد، لتمشي بالطريق الخاطئ. كم من يعني الدين هو عبارة عن قناع، قناع تخفي فيه جرائمك أو الأشياء السيئة التي تريد أن تقوم بها. سؤال أخير، أنا عجبني إنه أنت قلت في رسالتك إنه أنت لست هنا لتشجيع الناس على ترك الدين بقدر ما أنت هنا لتشجيعهم على التساؤل وتشجيعهم على الحرية، إنه يتركوا الناس يكونوا أحرار، كل واحد يقرر لنفسه. لكن في نفس الوقت أنا بشوف بعض الملحدين، بعض اللادينيين، بعض اللي تركوا الدين صاروا وكأنه بيحاربوا المتدينين، يعني يحاربوا الإنسان المتدين اللي ما بيأذيهم، اللي ما بيسبب لهم أي أذى. هل تعتقدي هذا صح؟ أنا لا أسميها حرب، يعني مستحيل في ملحد أخذ سلاح أو أشهر سيفه وراح يحارب مسلم بمعنى أو مجازي، يعني يعني بينتقد أو بي بي ممكن. أنا أسميه صدام، سيحدث صدمة. يعني أنا لست متناقضة يعني، لكني أحب أن أرى شخص بيصدم المجتمع، خاصة في وضعنا الآن. أنا لست ذلك الشخص، أنا لا أعرف، لا أعرف، تعلمت أنني لا أصدم الآخرين إلا في حال أنه هو من يضعني في هذا الموقف، يعني يناقشني ويجادلني إلى أن يوصلني إلى أن أنا أصدمه وأبدأ أناقش في دينه وأقول له أن أنا لست مسلمة وأدافع عن حجتي. لكني لست صدامية، ومع ذلك أحب، خاصة في وضعنا البائس الآن في اليمن، أحب ما يقوم به أي ناشط من إحداث صدمة لدى الناس
بنقد، نقد بناء، بطريقة بناءة، وليس بالإساءة لكتابهم أو لدينهم أو لرسولهم، لا، بل لنقد الدين، نقد بناء، بحيث يجعل هذا الشخص يسأل نفسه ويناقش نفسه ويجادل نفسه ويكتشف لوحده أين الخطأ. أشجع أنا ذلك. أستاذة ماجدة، كان لقاء ممتع وأنا استمتعت بالحديث معك، وأشكرك على تلبية الدعوة، وأتمنى ما يكونش آخر لقاء بيننا، إن شاء الله. وإلى اللقاء في موضوع آخر. شكرا لك، وأنا سعيدة جدا، وإلى اللقاء إن شاء الله قريب. إلى اللقاء.